آخر فقرة في عدد اليوم اللي هي صورة وتعليق. صورة وتعليق نبدأها بهذه الصور الجميلة لعبد الحق بن شيخة مدرب سيمبا التنزاني الذي أعلن عن رحيله في نهاية هذا الموسم من فريق سيمبا التنزاني. وين يروح عبد الحق بن شيخة؟ يجي بالقلة، فاز بكأس تنزانيا مع فريقه، نشاهدوه في الصورة رفقة زميتي أيضا وأيضا محضر البدني الجزائري أيضا، فازوا بالكأس علي بن شيخ. صورة جميلة لعبد الحق بن شيخة الذي يواصل حصد الألقاب أينما رحل. عنده دعوة الخير، دعوة لوالده بالخير وين يروح يفرح سيبيا، مبروك عليه، نقول له إن شاء الله وين زيد تروح قالنا زيد تدي قال كيسان إن شاء الله. بعض الأخبار ليه واللي معه صحابه وزميتي وأيضا بريباراتور فيزيك بريباراتور فيزيك و محمد قاسي السعيد، أخبار تشير إلى أنه قد يلتحق بالبطولة الوطنية، عنده بعض الاتصالات يقال في الجزائر. الله ما نظنش عبد الحق راح يرجع للدوري الجزائري، صعيب كثير لأن شفناه واش عانى. أنا سمعت أنه اسمه متردد أو مطلوب في شبيبة القبائل الموسم الماضي. والله غلط كما نعرفوا عبد الحق، أنا بالنسبة لي صعيب باش يرجع للبطولة ديالنا. واضح صورة جميلة وصرح بها وصرح قال لك ما كي راح ما اتحاد العاصمة جاب يربي ولا مانيش غلط ما قالش ما نرجعش، قال لازم لي وقت باش نعاود نولي. ها هو راح عام ممكن يعاود يرجع، هو يخدم في البطولة تاع الجزائر لازم لك 10 سنين باش تعاود ترجع ما عليناش يا سيدي. خلينا نروحوا لصور أخرى جميلة لما يصنعه الطلبة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كل بقاع العالم. شاهدوا هذه الصور لفي أو ثورة الطلبة في كل تقريبا الجامعات الأمريكية، يعني إلى درجة أن الشرطة أمريكية ألمانية ولكن في أمريكا انطلاقة كانت من هناك، يعني كلهم متضامنوا مع غزة ومع أطفال فلسطين لدرجة أن الشرطة الأمريكية وجدت صعوبة لأنهم الحرم الجامعي ثم يحترموه كثير. صراحة صور تثلج الصدور، خاصة هذه الصورة، هذه صورة أدائهم للصلاة بالنسبة للطلبة المسلمين وكاين اللي ماشي مسلمين، وكاين أيضا صورة جميلة وجميلة جدا تجعلنا نفتخر بهذا الوطن، صورة لاباطاي دالجي داخل الحرم الجامعي يديروا الأفلام الثورية ووضعوا لاباطاي دالجي وداخل مدرجات الجامعة. لاباطاي دالجي فري باليستين، كل البلدان اللي داروا ثورات عالمية مشهورة تشاهدهم. أعطينا الفيديوهات نشاهدوهم أيضا حمزة من فضلك، الفيديوهات شاهدوا العدد الهائل من الطلبة هذه، نعم حشود من الطلبة لدرجة أنه الرئيس الأمريكي وكل وزارة مختلف الوزراء في أمريكا قال لك يعني كيفاش راح نوقفوا مثل هذا المساندة لأطفال فلسطين ولغزة. محمد شيء خارق للعادة. شوف اولا الشرطه ما احترمتش الحرم الجامعي، دخلوا ليهم رضوان، وهذا واش نتاع الطلبه تقريبا عومت في العالم كاع، شفنا في سيونس بو في باريس في المانيا استراليا في الاوتريش، يعني في العالم كاع مشات. انا نقول لك حاجه رضوان، ربما راح نفاجئك، انا نضمن بلي هاد الناس هذوما اللي كاين مسلمين وكاين ماشي مسلمين هما اللي راح يحرروا فلسطين، ماشي المسلمين اللي يحرروا فلسطين. صح ممكن كلام صواب. نعم نشاهده. لا محمد اسمح لي، بإذن الله اللي حرر فلسطين وربي سبحانه الأولى، واللي يجعل هذه الطائفة هادية اللي راهي تحارب في غزة اللي قلب الله بولفرسي لو موند، فطنت العالم وي فطناته، ولو فهموا بلي لو موند اللي كانوا عايشين فيه سيت موند دو مونسونج، دونك فطنوا فاقوا. انا نتمنى واش راه صاير في هاد لي زونيفرسيتي في العالم ان شاء الله يدخل لو موند اونتي لي زادمينستراسيون لي كوميرس وكذا كاع يحبسوا، لازم تما اللي تكون الاقتصاد، لا تو الموند دو صاريتي، ما كان دو ترافاي ما يروحوا الشركات ما يروحوا يخدموا ما والو، باسكو سكي سباس سي خرج من العقل، خلاص خرج ونفضحوا
نفضحوا سوا ديزون لي ديموكراسي. باش كي كنت نقول لك انا هاد لافير هادي بينت بلي لا ديموكراسي ما كاش منها في سيرتان بي كيما الجيران هادوما فرنسا وروح ما كاش ديمقراطيه. الديمقراطيه بالهضره وي بصح كي تشوف واش راه صاير ما يخليوهمش يديوهم منا الاخر يديوهم منا سي بلوري يعني. دونك كشفت غزه فطنت وكشفت وفطنت الناس سيتو هذا هو امين. والله صور جميله رضوان واش راهم يصنعوها الطلاب. نقول لك برك احنا خاوتنا الفلسطينيين واش راهم يموتوا الاطفال المئات لم يموتوا في كل يوم. نظن صور وفيديوهات مؤسفه وما قدرناش نقولوا مين بنشوفوهم باسكو صور مؤثره. واليوم ان شاء الله ان شاء الله فلسطين تتحرر وان شاء الله يولوا احرار. وهذا الشيء هذا الا ما يديروه كاع البلدان العالميه والطلاب سواء طلاب ولا دي سيتوان نورمال ان شاء الله هكذا باش يبينوا الصوره الحقيقه. باسكو كي تشوف انت مئات الاطفال يموتوا وهاد الناس ما يخلوش الناس ما يخلوهمش في حريتهم يديروا حريه التعبير نظن باللي هذه حاجه مؤسفه. ان شاء الله ربي ينصر فلسطين وهذا هو الشيء. امين اللهم امين. ربنا واش نقول انا يا هاد الصور اللي نشوفهم في الغرب ما شفناهمش في بلدان عربيه صح. وبلدان اسلاميه صح. بلدان عربيه اسلاميه ما شفناهمش عربيه واش اسلاميه عربيه يعني الدين تاعهم هو الدين الاسلامي يعني لا. ولكنهم في التطبيق ما كانش ولكن هذا واش حبيت نقول في البداية. هذا واش حبي يقول لك هو بلي هادو ممكن يحروا ماشي معناتها انهم هما يدخلوا يحروا فهمت لا يعني لا يفون بارتي راح يساهموا نعم وزنوا.